يابا يابا عاوز تشرب شيء؟ قاعد في يالا بتصحيني كده دلوقتي لما تكون بتصحى انت بتفهمش يالا عايز ايه؟ عاوزين ناكل يابا. تاكل ايه بقى الاكل من الدار جوه يا ابني؟ مفيش جوه غير مسقعه وحته الجبنه الحلقه يابا. انت احمد ربنا اجيب لك منين تاني؟ انا هربان منك ومن امك يا راجل. لا احرقك ولا احرق امك واليوم اللي اتجوزت فيه امك يا راجل. عاوزين ناكل يابا زي الناس يابا. ما الناس بتاكل اللي احنا بناكله يا ابني، ظروفنا على الله زي الناس يابا. فرخي بس يا حبيب، ما الجبنه ماليه البيت جوه يا حبيب. سجانة اتحرق يابا. هات لك كيس فوار. اعمل لك ايه تاني بس؟ روح بس يقول لامك كده، تيجي تقول لامك كده على ما يفهم النوم، روح اتوكي يلا. يابا 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 يابا. ايه يا ابني في ايه يا ابني؟ انت عامل زي راجل مستعجل، الله يخرب بيتك، في ايه تاني؟ ما لقيناش مسقعه جوه يابا. يا ابني المسقعه في البيت، انا شايفها في البيت قبل ما اجي هي والجبن. شوف امك مخبيهم فين وسيب ده. مش موجودين يابا. يا ابني انا شايفهم وانا هكدب عليك يا حبيبي. شوف امك بس مخبيهم فين. عاوزين ناكل زي الناس يابا. ما انت بتاكل يا حبيبي زي الناس. عاوزين ناكل فراخ ولحمه يابا. فراخ ولحمه ايه يا ابني؟ الناس مش لاقيه تاكل. احمد ربنا بس يا حبيبي، احمد ربنا يابا. بقينا نكتب من جوع يابا. لا اله الا الله يا ابني، وانا مقصر معاكم في حاجه؟ صدرنا يا ابني مش متسقع يا بابا، عاوزين نشرب شوربه تدفيه. يا ابني ما هو انت لابس جلابيه ومكويها وصلاه النبي عليه، هقوم بس كده يا حبيبي. طب هات فلوس يابا نجيب فراخ يابا. انا يا ابني فلوس ايه بس؟ هقوم بس هات شويه ميه كده وانا هديك فلوس اللي انت عايزه. ليه ليش؟ الله يخرب بيتك، قوم بس. بعدين بقى في الموضوع ده يا رب، الفرخه لوحدها ب 50 60 جنيه، والرز عايزين نمك 3 كيلو رز ب 30 جنيه، وعايزين لهم كيلو بطاطس ب 30 جنيه، وعايزين لهم شويه طماطم ب 20 جنيه. انا والله ما انا عارف اعمل ايه يا رب، هو مفيش غير حل واحد. قادر فاعل، قادر فاعل حلال. الله يرحمك يا رب. كنت راجل نتن يا رب. قوم يا رب. الله يرحمك يا رب. عاوزينك في وسطنا يا رب. ان كانت اللحمه اللي هتموتك ولا الفراخ يا رب، مش عاوزينها يا رب. رجعت كده يا باشا يا حبيبي، قوم روح بقى لامك وسيبنا نام.